ديلي لايف اوكي. والحقيقه القطعه دي برضه مصنوعه من الشيل لايف اللي احنا اتكلمنا عنه في كليوباترا، هو نفس الفكره ان السطح مش املس قوي، وده برضه من الماتيريالز اللي كانت مستخدمه او ظاهره مكسره في التماثيل المرتبطه بالسكين. المثال دوت الحقيقه بيرجع للفتره الاولى اللي قال ان هم اوائل الفتره البطانيه، في ناس مدعيته ان هو ممكن يكون احد الملكات البطانيات تمام. وهو الحقيقه حاجه كده يعني معظم الناس اتبعت التمثال ده، بس التمثال ده هو عباره عن مونومنتال فيونري ستاتيو اللي كان بيتحط كتمثال او كشكل قبر جنازي. والحقيقه دوت اكتر مستوحى من الفن اللاتيني اثينيان ارت اللي ظهر قبل الفن الهلينستي. واحنا في القاعه بتاعت الاسكندر ما خدتوش بالكم من سلاب كده كبيره حد عمل مصنوعه وهو قاعد على كرسي. في اثينا كانوا بيعملوا اللوحات اللي هي محطوطه على القبور بهذا الشكل بشخص بيودع الاقارب. فكره الموت عند اليونان مختلفه عن فكره الموت عند المصري. الموت عند المصري ده انعكس في الفن كان ليه هيبتها. هو كان بيفكر في العالم الاخر وان هو هيحاسب وان في حساب، وان هو كان مهتم جدا بافعاله الجيده اكثر من افعاله السيئه، وان هو في محبه اوزوريس وهكذا. فالكونسبت نفسه كان مختلف. الفن الديانه اليونانيه او الحضاره اليونانيه ما كانتش تؤمن قوي بالقصه دي، وكانت بتركز على فكره الموت اكتر على الوداع. مشهد الوداع ان المتوفى بيودع الايه؟ الاقارب. وده ظهر في الفن. حتى شايفين شوارع القبور دي احنا اكتشفناها في المقابر بتاعت اسكندريه معظمها ايه؟ هل بيتصور الموت وان هو رايح يتحاكم؟ لا، هو بيصور ان هو شخص بيودع ابن بيودع ابوه، زوجه بتودع زوجها وهكذا. فهي فيها قصه الوداع دي اللي كانت بتشغل اليونان وانعكس ده في الفن تمام. التمثال هو في الجريك ما كانش عندهم البليف اوف انذر وورلد بقى، لا ما عندهمش نفس الشكل المصري ونفس القصه المصريه دي، لا يعني عارفين ان هي خلاص دي بقت يعني. عشان كده هم كان في كريميشن، كان في حق الاسره اكتر تمام. طيب التمثال ده هو تمثال لايف سايز، بيصور سيده وهي لابسه الشكل اليوناني اللي هو الختن والهيمتن، جزء من الختن او جزء من الهيمتن مغطي ايديها وبصت كده للايه؟ للهورايزون، كانها بتبص او بتفكر ماذا بعد، ايه اللي هيحصل بعد كده. وبنتها او يعني الشعر بتاعها واقفه جنبها واخده نفس البوز ونفس الايه؟ البوزيشن. فهو هنا بيمثل الشكل اليوناني الصرف في الايه؟ في التصوير اليوناني. يبقى this hall talks about this place different pieces representing the daily life in Egypt during the Ptolemaic period. And this one is a life-size statue. It's also made of Sherry limestone. And we talked before about the Sherry limestone. It's one of the remarkable materials which was used in Alexandria in special, and it dates back to the early Ptolemaic period. Different scholars said it might be one of the queens, we don't know. But it might be a monumental funerary statue was placed to identify the deceased himself. And this led us to make a comparison between deaths in Egypt and deaths in Greece. Deaths in Greece, they focused more on the funeral scenes, on that they were separated with the deceased. You will not see the deceased anymore. On the contrary, the Egyptians focused mainly on the adjustment, that was a judgment by Osiris, and he would be judged going to heaven or going to hell. So that the concept was different, and this reflected in art. It was reflected in art. Here you can find the deceased herself, or the owner of the statue. She is seated on her chair, okay, and she is depicted or sculpted according to the Greek style. Soft facial features, wearing the chiton and hematin, with the folds of clothes covering one of her hands and looking to the horizon, probably thinking what is going to happen next after that. Then beside her, her child is in a standing pose, having the same attitude or posture of her mother, placing one of her hands on her cheeks and looking or thinking what's going to happen next. Okay? المصنوعة من عندنا مربل وعندنا غرنايت وكده. التناجرة لها خصوصية شديدة جدا، لأن أولا التناجرة تعتبر من التماثيل الصغيرة خلاص، غير التماثيل اللايف سايز الكبيرة الكلاسيك اللي عندنا هنا في المتحف واللي في الفن اليوناني والروماني بصفة عامة في اسكندرية.
كليوباترا مصنوعه من ماده مهمه جدا اسمها تراكوتا. معرفش الناس اللي تعرف ايطالي بقى، ترا معناها محروق، كوتا معناها الارض، فهي الارض المحروقه او الطين المحروق. خلاص، والطين المحروق هو من اكثر المواد الاكثر شيوعا في الفن في هذه الفتره، لان هو بيعبر عن الفن الشعبي. يعني لو عايز اعمل لابني تمثال عشان يلعب بيه مش هعمله مره، عشان هو لو كسره انا هقعد ايه اعيط، صح؟ لان ما هو بيتاني انا هعمل له اكيد حاجه تتكسر وتتصلح واجيب له غيرها وهكذا. فهي ماده رخيصه متوفره سهله التشغيل، ده اول حاجه. خلاص، التنجره اساسا ليه اسمها تنجره؟ لان هي وجدت بقى عدد كبير جدا في مدينه اسمها تنجره في اليوتيان ريجن في انشن جريس، ولكن مركز الصنع الرئيسي ظهرت فيه هذه التماثيل لاول مره هي اتينا. وانتشرت التنجره بشكل كبير جدا، لقينا عدد مهول منها في اسكندريه وخصوصا في الجبانه الشرقيه زي الشط ومصطفى كامل. اهميتها والوظيفه بتاعتها ايه؟ هي في ناس قالت ان هي زي تماثيل للتعرف على الروح. لا، هي بعيده عن الكونسيبت المصري، هي اكثر ولا الراجل اربح لاطفاء روح على المقبره نفسها. ممكن تكون كانت تزين المنازل وبعد وفاتها بتوضع للمقابر اطفاء روح، لان احنا لقيناها في مقابر كتير جدا من السيدات والاطفال. يعني ان الست ماتت بدري وهي بتولد مثلا، فحطينا التماثيل دي للتزيين المقبره، وما تحسش ان المقبره كده ايه كنوع من التعزيه ليها ان هي في ايه ماتت في سن مبكر. ده راي دوت قال ريتشارد. والحقيقه عندنا برضو اهميه ليك انت كتنجره، انت مهمتك ليه تشرح التنجره؟ ليه اسيب المتحف واشرح التنجره؟ لا، التنجره مهمه لان هي دي في ليه؟ انت بتعرف شكل الناس السيدات بيبقى عامل ازاي؟ واشكال الملابس بتبقى عامله ازاي؟ ان هم كانوا بيعزفوا بعض الاحيان موسيقى، لان بعض التماثيل كانوا ماسكين مثلا ايه ادوات موسيقيه، اشكال الهاتس، شايفين اشكال الهاتس المختلفه؟ اشكال البرانيط المختلفه اللي كانوا بيلبسوها. اشكال الهير ستايلز، وعلى فكره السيدات كانوا معروفين بهير ستايلز مختلفه، كانت بتيجي هير دريسر البيت، وكان معروف ان السيده لازم تلم شعرها كونسرفتيف بتبقى لازم تبقى ايه لم شعرها، انما اللي هو اللوكس ده هو يعني ايه اكثر انفتاحا وما كانش حاجه محبذة مثلا. فقصه التنجره دي تمثل اكثر شكل الحياه في هذه الفتره. اوكي؟ مفهومه زي دي؟ يبقى دي ستاتيوس were one of the statues that depict the middle class. They are made of a very important material which is called terra cotta. Terra is baked and cotta means clay, so it's baked clay. It was available, cheap, and easily modeled. And therefore, it was widespread. It was used widely in Egypt. Okay, especially for the figurines of the children's toys, for the kitchenware. حاجة اتصلت يعني أكيد أنا بقى مش هعمل بيتس نورمال. تمام؟ and different figurines for the child, for the cult in the house, in the houses. بعض التماثيل عليها صناعه من التراكوت. Here we can find the collection of the tanagra representing different women standing pose, in a seated pose, sometimes with different hairstyles, with different hats, playing musical instruments, and they were used to add the atmosphere of life in the tombs according to pitch for the women and the children. And they were, why they were called Tanagra? Because they were discovered in large numbers in the Tanagra, in the Euton region in Greece, and spread wide. However, the cradle of sculpture, cradle meh, the Nazir al-Tanazir, was in Attica. They were discovered in great numbers in the eastern necropolis of Alexandria, Mustafa Kemal tombs, and also Shadi, and they represent the different hairstyles and the customs, the Khitan and the Nematun here. As we know here, the different hairstyles here, the loose hair was used for the